السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية اللي غنخصوها للحديث على الإطار المرجعي لمادة الكونتابيتي جينيرال والماتيماتيك فينونسيير بالنسبة للباك ديال 2022. وحسب التوقعات اللي كانت عندنا، يعني كنا كنقولوا بأن هذا العام هذا غادي يكون يعني جميع الدروس غادي يكونوا حاضرين في الامتحان الوطني بالنسبة للمادة، بالنسبة لجميع المواد ديال التخصص ديال الكونتابيليتي والأورغانيزاسيون وحتى ليكونومي جينيرال. دونك بالنسبة للكونتابيليتي اللي تهمنا هو أننا عرفنا أن جميع الدروس اللي غيكونوا في الامتحان الوطني راه شفتوهم هذا العام، يعني ما كاينش شي استثناء، ما كاينش شي حاجة اللي ما غتكونش في الامتحان الوطني. إذا هاد الإطار المرجعي هو مشابه للإطار المرجعي ديال 2014. اللي تهمنا فيه هو ندير لكم واحد يعني واحد القراءة للبرايم ديال التنقيط والأهمية ديال الدروس بالنسبة لا ماتيير ديال لا كونطابيليتي جينيرال اي ماتيماتيك فينونسيير. بالنسبة للماتيماتيك فينونسيير ما كتكونش عند صحاب السيونس ايكونوميك، دونك عندهم غير لا ماتيير ديال لا كونتابيليتي جينيرال. اما اصحاب لا فيليير ديال سيونس دو جيستيون كونتابل راه تكون ماتيماتيك فينونسيير وتكون لا كونتابيليتي جينيرال. اصلا لا ماتيير سميتها كونتابيليتي جينيرال اي ماتيماتيك فينونسيير. الوغ بالنسبه للباريم ديال الامتحان والاهميه ديال الدروس اللي خصكم تركزوا عليهم، هذه يعني بالتتابع، يعني البرومي دوسيي البارتي الاولى غتكون مخصصه لي ترافو دو فان ديكزيرسيس، عليها 9 نقاط اونص. هاد لي ترافو دو فان ديكزيرسيس خاصكم تشوفوا فيها الريغولاريزاسيون دي ستوك، الزامورتيسمون، لي بروفيزيون، الريغولاريزاسيون دي شارج برودوي اي لي زيتا دو سينتيز، وحتى لو شابيتر الاول ديال لانترودكسيون اللي كيكون فيه لاسبي يعني كونطابل الى اسبي فيسكال ديال لا كونطابيليتي، يعني بحال لو كادر تيوريك ديال لي ترافو دو فان ديكزيرسيس. دونك هنا خصكم تعطيو اهميه لو دوسيي نيميرو 1 اللي هو لي ترافو دو فان ديكزيرسيس. علاش؟ لان عنده البريم ديالو 9 ونص. عاد كتجي في الاهميه، لاحظتوا معايا لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون عطاو عليها 4 ونص، يعني 4 نقاط ونص، يعني تحط عليها 4 نقاط ونص، يعني حتى هي تعطيها اهميه لا كونطابيليتي اناليتيك. لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون تعطيها الاهميه الثانيه، يعني دوزيام بوزيسيون في الاهميه. كيجي من وراها لاناليز كونطابل عطي عليه 4 نقاط. لاناليز كونطابل اللي فيه لاناليز دو بيلون اي لاناليز ديكسبلوطاسيون، دونك vous devez faire attention بالنسبة للأناليز كونطابل حتى هو. وبالنسبة لي زوبيراسيون فينونسيير على لون تيرم، لي زانويتي و لي زومبران انديفي عليهم نقطة ونص. يعني حاولوا ديروا يعني الأهمية ديال الدروس تاخذوها بعين الاعتبار، الأهمية ديال البارم ديال التنقيط تاخذوها بعين الاعتبار في لا بريباراسيون ديالكم في الامتحان الوطني. هادشي فيما يتعلق ب الفيليير ديال سيونس دو جيستيون كونطابل. بالنسبه للفيليير ديال سيونس ايكونوميك راه عندهم غير دو دوسيي. الدوسيي الاول ترافو دو فان ديكزيرسيس لاحظتوا معايا عليه 12 ونص، يعني الريغولاسيون دي ستوك لي زامورتيسمون لي بروفيزيون الريغولاسيون شارج برودوي تاير كاين عند صحاب سيونس دو جيستيون كونطابل، جو كخوا راه ما قلتهاش في بالنسبه لسيونس دو جيستيون كونطابل ما قلتش لهم بلي الريغولاسيون دي شارج برودوي. دونك دوسيي ديال ترافو دو فان ديكزيرسيس فيه الريغولاسيون دي ستوك، فيه لي زامورتيسمون، لي بروفيزيون، الريغولاسيون دي شارج برودوي، وفيه لي زيتا دو سينتيز. دونك هذا تعطيه اهميه بالنسبه لصحاب سيونس ايكونوميك، ساشون كو لا كونطابيليتي عند صحاب سيونس واخا صحاب سيونس جيستيون كونطابل راه دروس كثر من صحاب ليكونومي، ولكن راه كتحط اسهل مقارنه مع سيونس ايكونوميك.
يعني هنايا حاولوا تخدموا لي زيكزارسيس لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس في لي زامورتيسمون في لي بروفيزيون في ريغولاريزون دي شارج. حاول الا تحاول تخدموا لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس، يعني انت قد ما خدمتي لي زيكزارسيس بزاف قد ما كتكون عندك التحكم، كتحكم في المفاصل ديال لا كونطابيليتي او نيفو ديال لي ترافو دو فان ديكزارسيس، لانك تحط شي شويه قاصحه. دونك حاولوا تخدموا لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس، وقفوا على نقاط القوه ونقاط الضعف ديالكم، تحاولوا تصحوا نقاط الضعف ديالكم وتعززوا نقاط القوه ديالكم في هذا الجانب ديال لي ترافو دو فان ديكزارسيس. بالنسبه لاناليز كونطاب تعطات عليه سبعه نقاط غتكون على لاناليز كونطابل اللي فيه لاناليز دو بيلون، لاناليز ديال ليكسبلوطاسيون. دونك نتوما تعطيو اهميه بزاف لي زامورتيسمون، لي بروفيزيون، غير لي شارج برودوي، غير لي ستوك، لي زاد سينتيز. واهميه درجه ثانيه انا كنقول لكم راجعوا، ما تهملوا لاناليز كونطاب ولكن تراجعوا، ولكن تعطيو اهميه اكثر للدوسي نيميرو 1، لان حنا كنمشيو على حساب الباريم اللي عندنا فيه الباريم يعني مرتفع، كنعطيو اهميه قصوى مقارنه مع لي زوتر لي زوتر لي زوتر شابيتر او لي زوتر بارتي. دونك فوالا بالنسبه لهذا العام راه كاين كل شيء، داك الشيء اللي شفتوه كامل في العام غتشوفوه في الامتحان الوطني، يعني ما كاينش شي استثناء، يعني يعني الكادر ريفيرونسيال ديال 2014 هو ديال 2000 وتقريبا هو ديال 2022. دونك جيسبر كو هاد لا فيديو تكون بينيفيك بور فو، تحاولوا تستافدوا من هادشي اللي قلت لكم، انكم تخدموا لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس بوسيبل في لا كونطابيليتي، لان لا كونطابيليتي الا ما مشيتيش انت خدمتي لي زيكزارسيس كون على يقين انك ما غدير حتى شي حاجه في الامتحان الوطني. دونك خصك تخدم لو ماكسيموم لو ماكسيموم لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس باش تتحكم شويه في لا كونطابيليتي، لان اخطر ماده في هاد الثلاثه في هاد لي تخوا ماتيير سوا ليكونومي جينيرال سوا لا سوا لورغانيزاسيون لا كونطابيليتي، اخطر ماده في هادو الثلاثه هي لا كونطابيليتي جينيرال، لان التلامذ في الامتحان الوطني كيوقع مع لو ستريس مع كثره الاوراق مع هذا كيتنساو عليك لي زيكريتور يعني ناو فيها دي بياج، يعني الكونطابيليتي فيها لي بياج بزاف. دونك اخطر ماده هي لا كونطابيليتي. بالنسبه ليكونومي جينيرال راك غتجاوب من خلال لي دوكيمون، ليكونومي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف حتى هي غتجاوب، لان تعطيو دي دوكيمون راه كلشي كاين في لي دوكيمون زائد المعارف اللي كتكون عندك في الكلاس. دونك حاولوا ما امكن لا كونطابيل جينيرال، وخصوصا بالنسبه لصحاب سيونس دو جيستيون كونطابل، لا كونطابيل جينيرال راه سيتي ماتيير اللي مهمه بزاف للمعامل ديالها سته، يعني جبتي غير نقطه راه ولات سته النقط تما. دونك حاولوا ما امكن تخدموا لي زيكزارسيس بزاف. المفتاح ديال لا كونطابيل جينيرال هو لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس، لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس. الوغ كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوا تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما الجديد. السلام عليكم.